بتقول انه هناك ايادي خارجيه دائما وابدا في موضوع اللائحه، وهتكلم معاكي في المسابقات بعد كده وهركز شويه معاكي على الكره النسائيه، لان انا عارف انه حضرتك عملت شغل كويس في الفتره الاخيره يعني، لكن ليه دائما هناك اتهامات موجهه ان هناك ايادي خارجيه بتتدخل بقوه في موضوع اللائحه؟ كل ما تتفقوا على حاجه ترجع لنقطه الصفر مره اخرى بسبب هذه التدخلات. بص دي اقوال يعني يعني احنا ممكن نقول الكلام، بس لو حضرتك بتقول الكلام ده ما كانش تفضل اللائحه رايحه جايه بينا وان احنا بنرفض حاجات وبترجع تاني تتعدل. راحت وجات كم مره؟ حوالي 4 مرات. لو حضرتك الكلام مظبوط كانت كنا وافقنا خلاص وكنا يعني تبقى بروف ده خلاص اتعدلت وخلاص رجعت. لا احنا بنرجعها تاني وبنقول لا احنا البند ده احنا مش موافقين عليه، البند ده لازم يتصلح. وكنا خلصنا وطلعنا اللائحه وخلصنا، بس لغايه دلوقتي احنا لسه مطلعناش اللائحه اللي هي الاخيره المعتمده. كلكم ما شاء الله بتجيدوا الانجليزيه بطلاقه. تمام ولا انا غلطان؟ لا تمام. طيب في الحوار بقى لما بيبقى مع ساره سلمون ومندوبي الشؤون القانونيه بالاتحاد الدولي، هل كلكم بتاخدوا حريتكم في الحوار ولا واحد بس اللي بيتولى لا الحوار؟ لا هقول لحضرتك هي بتبقى نقط محدده. يعني بتجتمعوا قبلها تقولوا دي النقاط اللي هنتفاوض فيها النهارده مع ساره؟ تمام. احنا بنقعد بيبقى عارفين ايه النقط اللي احنا هنتكلم فيها. تمام كويس. اي نقطه حد عايز يجاوب بيجاوب على طول او يسال بيسال على طول. انما هي اصلا كمان بتبقى بعتنا على النقط اللي هي اتعدلت نوتس معينه، نوتس وبتقول الباراجراف رقم كذا الجزء الفلاني ده كذا ده كذا ده كذا، فاحنا مش قاعدين نمسك ورقه لا ده كل حاجه احنا محضرينها قبل ما نقعد. فأي حد فينا بيتكلم، ما فيش حد يعني ما بيتكلمش، ما فيش حد بيتولى الحوار لوحده. لا لا لوحده. لا كل بيتكلم. هل في نقاط أخرى غير الانتخابات كام سنة إنه موضوع النائب لازم الرئيس؟ لازم المرشح يبقى مؤهل عالي، ده أساسي. ده أساسي. نعم. طبعا احنا بنتكلم برضو ان في مرشحين ممكن ما بقوش عضو مجلس اداره يبقى ممكن يبقى حكم. نعم. حكم دولي، الحاجات الطبيعيه لعيب كره دوله. هل اشترطت انه يكون مر على اعتزاله بالفعل سنتين؟ لا لا ما كتبش. يعني لعيب اعتزل النهارده ممكن يرشح نفسه بكره؟ لا اعتقد، معلش انا مش متاكده من دي، بس على الاقل ممكن يكون سنه تقريبا.